تحتفل بثمرة مجهود تم على مدى شهور، تعاون جميل ومثمر الحقيقة جدا جدا مع شركة كوراكت. كان عندنا هدف استراتيجي لأن فترة طويلة الحقيقة بدأنا الأول في كلية الطب، ثم كان عندنا أمل لامتداده لبقية كليات الجامعة، وهو التحول الرقمي أساسا في مجال التعليم والقياس الطبي. وبالتالي وجود تعليم عن بعد وتعليم هجين كان أحد أهدافنا الاستراتيجية في جامعة عين شمس اللي اشتغلنا عليها لسنين، ثم تطوير ده إلى منظومة بنوك الأسئلة وطريقة التقييم الصحيحة للطلاب اللي لازم تكون منهجية وعلمية بطريقة تقييم عادلة، لأن إحنا مهما علمنا الطالب بطريقة صحيحة ثم ما كانش عنده اعتقاد بأن التقييم هو تقييم عادل بدرجة 100% وبيعطيه حقه بدرجة 100%، ما نبقاش عملنا مخرج حقيقي للعملية التعليمية. زائد كمان أنه صانع القرار والأستاذ اللي بيحط الأسئلة في الامتحان بيحتاج إلى أنه الامتحان في كل مرة يعاد تقييمه، علشان إعادة التقييم دي بتديله فرصة لتصليح المسار في وضع الأسئلة وتقييم الأسئلة. وبالتالي هو مش قضية إحنا بنقيم الطالب بس، إحنا بنقيم الامتحان وبنقيم الأستاذ في طريقة حطه للأسئلة على طريقة تقيم الطالب بطريقة صحيحة، ثم تحليل جيد للامتحان يجعل الأستاذ والقسم يعيدوا تصحيح المسار بالنسبة لعملية التقييم ولإدارة الكليات والجامعة لإعادة تقييم العملية التعليمية كلها بما فيها القياس والرقم. وبالتالي هي منظومة كاملة، التعليم الهجين والتعليم عن بعد والأسئلة معمولة بطريقة صحيحة ومنهجية في معامل كمبيوتر، يبقى سهل جدا تقييمه وإعادة تقييمه ثم إعادة تقييمه ثم تحسينه وهكذا. طبعا جزء من الامتحانات الإلكترونية جزء طموح ما حصلش لسه، يعني إلا في حتت قليلة جدا في العالم إن الواحد ممكن يمتحن كومبليتلي عن بعد. النهارده نحتفل بناتج 6 شهور أو أكتر شوية من العمل على تكوين بنوك الأسئلة في كل كليات الجامعة. والحقيقة شركة كوراكت عملت معانا شغل هايل مع إدارة تطوير التعليم، ووصولا إلى تعديل كامل للنظام القياس والتقويم بما فيها التعاون مع شركة كوراكت علشان تنشأ بنوك الأسئلة. بفخر كمان بالاستثمار في البشر، بالكاباسيتي بيلدنج اللي تمت في تدريب كبير جدا 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 لكل أعضاء المنظومة، بدءا من الطالب لحد الإداري اللي موجود في معمل الكمبيوتر، لحد المسؤولين عن وضع الامتحان على الأجهزة، لحد أعضاء التدريس والهيئة المعاونة في طريقة وضع الأسئلة والتعامل مع بنك الأسئلة. فأنا بحيي جدا إدارة تطوير التعليم وإدارة القياس والتقويم دكتورة منى عبد العال ودكتورة زينب عبد الحفيظ ودكتورة صفاء عفيفي، كل المجموعة الجميلة اللي عملت نقلة نوعية كبيرة جدا في كل النظام على بعضه. الأسئلة شغالة مع كوراكت أوريدي في تقريبا كل كليات الجامعة دلوقتي، لكن المخرج بقى اللي هيطلع منها وتطبيقها على كافة الامتحانات تدريجيا هو اللي بنحتفل ببدءه النهارده. شكر كبير جدا لشركة كوراكت اللي الحقيقة أثبتت إنه التعاون معاها كان مثمر جدا، قدموا كل الإمكانيات البشرية واللوجستية لنجاح التعاون مع جامعة كبيرة قوي زي جامعة عين شمس فيها أكثر من 200,000 طالب وفيها 15 كلية وثلاث معاهد، فيها أنظمة كتير جدا. يعني كلية في جامعة عين شمس مش معناها كلية، لا، جوه كلية في سنين دراسية كلها مختلفة في المحتوى، فيها أقسام كل واحد له متطلبات معينة داخل بنك الأسئلة. نشكر شركة كوراكت جدا وإدارة تطوير التعليم وكل القائمين في كل الكليات اللي تعبوا معانا جدا على تطبيق النظام.